طيب ده بالنسبة لمنتخب كرة اليد وبطولة كأس العالم. تعالوا نتكلم شوية في قصة نادي الزمالك. كل الكلام اللي اتقال النهاردة ان موضوع فييرا واعتذر والكلام ده، لا لسه النهاردة يعني واحنا قاعدين كده مع بعض خلال نص ساعة هنقول لكم القصة بالظبط، ان في مهلة أخيرة او فييرا أجل الرد للنهاردة الساعة 9، قال لهم أنا هرد على المسؤولين في نادي الزمالك، لكن القصة واقفة في بعض الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. موضوع كابتن إسماعيل يوسف، فييرا كان مصر، سمعت النهارده ان فييرا قال لك يعني طب سيبوني افكر. خلي بالكم فييرا عمال يلاعب الزمالك عشان عنده عرض من نادي اسبهان صفهان اسبهان الايراني، سبهان اصفهان الايراني، وعمال ايه يتفاوض مع الناس في ايران، فعمال ياجل في الزمالك لغايه ما يشوف هيروح. لكن هو فييرا بالنسبه له رقم واحد ان هو يروح ايران، عنده عرض قوي جدا من اسبهان ايران. ففييرا عمال يأجل في الزمالك، لكن فييرا عنده أساسيات أو عنده مبادئ احنا اتكلمنا فيها، إن هو عايز يشتغل بالجهاز اللي هيريح فييرا، اللي هو عايز أسامة نبيه في الجهاز وعايز يستبعد كابتن إسماعيل يوسف. فييرا مش عايز تدخل من رئيس النادي أو من أعضاء مجلس الإدارة في الأمور الفنية. فييرا عايز ياخد مستحقاته القديمة اللي كان يعني ما خدهاش أيام الأستاذ ممدوح عباس، الحاجات دي كلها. لكن ده بيصطدم بحاجات تانية، رغبات تانية من إدارة نادي الزمالك، اللي هم طبعا عايزين يبقوا على الجهاز الحالي بقيادة الكابتن محمد صلاح، وخصوصا متمسكين جدا ببقاء محمد صلاح، وده اللي مزعل شوية كابتن إسماعيل يوسف، ان هو يعني حاسس ان لما فييرا اتكلم معاهم في قصة ان كابتن إسماعيل يمشي، الناس في الزمالك ما تمسكوش قوي بكابتن إسماعيل اللي هو يبقى في منصب المدير الكرة. لكن زي ما قلت لكم موضوع فييرا لسه ما خلصش، الناس كلها النهارده قالت ان فييرا اعتذر والقصه خلصت واتقفلت والكلام ده، لا. لكن نادي الزمالك ماشي في اتجاهات تانية عشان تحسبا لاعتذار فييرا، لكن خلال نص ساعه انا هقول لكم ان شاء الله من خلال الاتصالات والحاجات اللي بتحصل فييرا خلاص اعتذر بشكل نهائي ولا لسه، خلال نص ساعه ان شاء الله. لكن زي ما قلت لكم فييرا عرض سبهان اصفهان الايراني هو الاهم بالنسبه له، هو عمال يعطل في مفاوضاته مع نادي الزمالك لغايه ما يشوف عرض سبهان اصفهان الايراني. الزمالك بقى شغال في ايه؟ الزمالك شغال في اتجاهات تانية، شغال مع فينجادا، وفي ناس كلمت فينجادا وفي وكلاء مدربين وبعض اعضاء مجلس الاداره، وفينجادا قاعد مستني. ولكن فينجادا برضو خد على خاطره شويه الفتره اللي فاتت ان هو حاسس ان نادي الزمالك حاطينه كبديل تاني او تالت، يعني تحسبا لفشل فييرا. في كلام برضو جامد ولازم يعني اقول لكم اللي بيحصل داخل مجلس الاداره على ميدو، ان ميدو يرجع بنفس تشكيل الجهاز الحالي، كابتن اسماعيل يوسف مدير كوره وكابتن محمد صلاح يبقى مدرب عام مع ميدو، على اساس ان قبل كده ميدو كان مدير فني وكابتن محمد صلاح قابل ان هو يكون مدرب عام. كل الاتجاهات دي مطروحه. كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك طرح اسم كابتن حسن شحاته وقال لك الاستاذ مرتضى منصور ان انت ممكن يا استاذ مرتضى تتكلم مع المسؤولين رئيس شركه المقاولين العرب وتستاذن منه انك او في وفد يروح من نادي الزمالك يستاذن للكابتن حسن شحاته. الكلام ده كله مطروح داخل نادي الزمالك، ولكن الاقرب ايه لغايه دلوقتي؟ الاقرب ان كابتن محمد صلاح يلعب مباراه الاهلي والزمالك، وده اللي انا طالبه من مجلس اداره نادي الزمالك. طالب ايه؟ انا بقول الصح يعني من وجهه نظري، وانا قلت الكلام ده امبارح وقلت الكلام ده اول امبارح، الزمالك والاهلي خلاص يوم 29، النهارده كام؟ 19، يعني ناقص 10 ايام. حتى لو الزمالك تعاقد مع فييرا، حتى لو الزمالك تعاقد مع فينجادا، حتى لو الزمالك تعاقد مع ميدو، حتى لو تعاقد مع اي مدرب، مع اي مدرب، هيعمل ايه خلال التسعة ايام اللي جايين؟ وفي نفس الوقت ان خلاص يعني كابتن محمد صلاح حافظ الفرقه وهو اللي يعني مسك مع باشيكو ومسك لوحده وخلاص، يعني صعب قوي اللي انت تجيب مدرب حتى لو انت جايب المدرب ده عشان يبقى بس واجهه، او هو اللي لو الزمالك اتغلب يبقى هو اللي في الواجهه وهو اللي يشيل. لكن الكلام ده هيضر الفرقه، ان كابتن محمد صلاح ليه الصلاحيات وان خلاص الوقت ازف. عايز تجيب مدرب جيب، بس بعد ماتش الاهلي، وافرض الزمالك كسب الاهلي، ممكن الزمالك يكسب الاهلي، هتبقى موقفك ايه ساعتها؟ محدش هيتقبل المدرب الاجنبي، هيقول لك محمد صلاح يكمل. فانا شايف من وجهه نظري ان مجلس اداره الزمالك يهدى شويه الفتره دي، يدي ثقه لكابتن محمد صلاح ويقول له يا كابتن محمد انت مدرب نادي الزمالك لنهايه الموسم، انت اللي هتدير ماتش الاهلي، ويدي له الثقه، عشان الثقه اللي هيديها لمحمد صلاح دي هتطلع على لعيبته. يعني محمد صلاح لما يكون واثق في نفسه وحاسس ان مجلس الاداره سبورت ليه وبتدعمه،
الثقه بتاعت كابتن محمد صلاح دي هتنعكس على لعيبته قبل ماتش الاهلي. شايفين بقى الناحيه الثانيه، شوف احنا عمالين نتكلم في الزمالك والمدرب والمدرب الاجنبي، طب هيجي مين؟ طب هيروح فين؟ والنادي الاهلي الناحيه الثانيه الناس مستقره وهاديه، رغم اللي انا هقول لكم معلومات مهمه جدا، ان في قناعه داخل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر ان جاريدو مش على المستوى. انا بقول لكم الكلام ده وكواليس بتتقال ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي المهندس محمود طاهر، ان جاريدو مش على المستوى، مش مقنع بالنسبه لهم. لكن الناس في الاهلي بصوا تلاقيهم ساكتين جدا، مركزين في الماتش، كل الدعم حتى لو هم جوه نفسهم مش مقتنعين بمستوى جاريدو او بالاداء اللي بيقدمه مع النادي الاهلي، لكن الناس مستقرين بتدعم فييرا قدام الاعلام وقدام الجماهير قدام لعيبته في النادي الاهلي، عشان دايما اللعيب لما يحس ان مدربه عنده مشكله مع مجلس الاداره او عنده كذا، اللعيب بيبقى قوي على المدرب او بيقوى على المدرب. لكن في النادي الاهلي الناس مركزه في الماتش، يوم 29 عندهم الزمالك، ماتش جامد، الزمالك فرقه كويسه السنه دي، متصدر الدوري المصري، الاهلي عنده ماتشات متاجله، فالنادي الاهلي بيدعم خوان كارلوس وما بيجيبش سيره جاريدو اساسا. يعني عدم اللي انت كل شويه يعني عارف ايه كلمه تجديد الثقه، تجديد الثقه او مثلا دعم، لا ما بيقولوش الكلام ده، مش الموضوع ده مش مطروح. فجاريدو في مركز قوه، لعيبه النادي الاهلي مركزه، الاداره مستقره، ما فيش كلام خالص على اي حاجه داخل فريق كره القدم، كله كلام عن المستحقات ومش عارف تجديد وليد سليمان، اللعيبه المصابه ترجع، اللاعب الجديد ابيمو بوي اللاعب النيجيري، لكن الكل مركز في ماتش الزمالك. لكن في الزمالك لا، في رغي كتير جدا، والرغي ده وعدم استقرار في قصه المدرب. بالعكس انا دلوقتي لو الاستاذ مرتضى منصور اطلع، دي لقطات للاعب النيجيري الجديد، انا لو الاستاذ مرتضى منصور اطلع دلوقتي او من اعضاء مجلس اداره الزمالك، اعمل جلسه مع الكابتن محمد صلاح، كابتن محمد انت مدير فني نادي الزمالك لنهايه الموسم، احنا بندعمك حتى لو خسرت من النادي الاهلي مثلا، انا بقول الكلام ده لازم ادي ثقه لكابتن محمد صلاح. وده الصح، ان انت خلاص مفيش وقت، الكلام ده لو كان الزمالك عايز يغير كان يغير يعني لما الدوري وقف في يوم 8 اللي فات، 8 يناير، دلوقتي احنا داخلين في 19. اي مدرب هيجي حتى مش هيلحق يحفظ اسامي اللعيبه، مش هيعرف اللعيبه دي مستوياتها ايه، مش هيعرف ده بيلعب فين وده بيلعب ازاي، هيبقى برضو اللي بيقول التوجيهات واللي بيحط التشكيل واللي طريقه ادائه هيبقى هو برضو الكابتن محمد صلاح. فانا كده كده مش هستفاد بالمدرب الاجنبي في ماتش الاهلي، طب انا اخلي كابتن محمد واديله الثقه. دي وجهه نظري، دي وجهه نظري، واعتقد ان هي يعني مش عايز اقول سليمه او صح، ان ما فيش حد بيتكلم على وجهه نظره، يعني دايما بيخلي الناس هي اللي تحكم. ولكن قبل ماتش مهم، بصوا خلي بالكم الناس هتقول لك ايه ماتش الاهلي والزمالك زي اي ماتش، لا بالنسبه للاهلي مش زي اي ماتش، وبالنسبه للزمالك خصوصا الزمالك مش زي اي ماتش. اللي هيلاقيه يقول لك اصل ماتش الاهلي بثلاث نقط زي اي مباراه، لا الزمالك ما بيفكروش كده، الزمالك مباراه الاهلي بالنسبه لهم دي بطوله خاصه، وممكن الزمالك يكسب الاهلي وما ياخدش الدوري الناس في الزمالك تفرح مثلا. ونفس القصه في النادي الاهلي، مباراه الزمالك بالنسبه لهم بطوله خاصه. لكن انا بوريكم المعسكرين، في استقرار في النادي الاهلي وهدوء وتركيز في الكوره بس، رغم النادي الاهلي عنده ماتشين قبل ماتش الزمالك، عنده بتروجيت بكره وبعدين طلائع الجيش يوم 24. الناحيه الثانيه كلنا بنتكلم، اول خبر بقوله على الزمالك ايه؟ يعني انا بدات اخباري على الزمالك ايه؟ فييرا جاي ولا مش جاي؟ طب مين اللي هيمسك ماتش الاهلي؟ طب كابتن محمد صلاح قاعد، طب كابتن اسماعيل يوسف هيمشي ولا هيقعد؟ الحاجات دي بتعمل ربكه للعيبه وعدم تركيز، وده هيأثر سلبا على نادي الزمالك. انا قلت لكم الزمالك ماشي في اكتر اتجاه، وخلال نص ساعه واحنا شغالين كده ان شاء الله اسلام صادق رئيس التحرير وزملائي في الاعداد هيجيبوا لنا الخبر اليقين بالنسبه لفييرا، وهنحاول نكلم حد من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، يا ريت تجيبوا لي تليفون مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره، ان هو اللي كان مسؤول عن المفاوضات عن مع فييرا المدير الفني. وزي ما قلت لكم فييرا برضو يعني ذكي جدا وبيسوق نفسه، يعني لما يكون الزمالك نادي كبير في مصر بيكلمه وبيفاوضه، فدي بتعمل له برضو تصيت مع العروض الاخرى، والزمالك خلي بالكوا بعت له عرض رسمي، ففييرا بيستغل العرض اللي الرسمي ده ويوريه للوكلاء ويوريه للانديه اللي طالبه تتعاقد مع فييرا، لكن هو مركز رقم واحد مع العرض الايراني نادي سبهان اصفهان. وهنشوف بقى خلال النص ساعه اللي جايه دي، المفروض في قعده بيقولوا النهارده او في رد من فييرا الساعه 9 بتوقيت القاهره. بس انا برضه عايز اقول عيب يا جماعه، يعني عيب ان كل ان نادي الزمالك ككيان كبير كل يوم يقول لك طب استنى بكره اصل هيرد علينا، ما يبقاش الزمالك كله متوقف على رد انت عايز تمسك الزمالك اوكي، مش عايز تمسك الزمالك لا. وانا قلت برضه ان الراجل معاه الحق في بعض الحاجات، ان هو يختار الجهاز المعاون اللي بالنسبه له يقدر برضه يضمن ان ما يبقاش في تدخل في الامور الفنيه، عشان هو عايز ينجح، عايز يجي الزمالك ينجح. لكن هنشوف برضه عشان ما نقعدش نرغي كتير،
هنشوف ايه اللي هيحصل ونحاول نجيب حد من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن اسماعيل يوسف النهارده غاب عن تدريب نادي الزمالك والكلام كتر النهارده، قال لك ايه كابتن اسماعيل يوسف ما جاش ليه التدريب. السبب المعلن ان كابتن اسماعيل يوسف عنده نزله برد واحتقان في الزور قويه جدا، وبكره هيحضر التدريبات. لكن برضو انا عرفت كده او سمعت ان كابتن اسماعيل واخد على خاطره شويه من قصه عدم التمسك القوي بيه في موضوع فييرا، لكن كابتن اسماعيل هيكون موجود بكره ان شاء الله في تدريبات. والزمالك بيحاول يعمل مباراه وديه يوم السبت اللي جاي، وفي نفس الوقت الزمالك هيخش معسكر يوم واحد فقط قبل المباراه، يعني يوم 28. ماشي. الاستاذ مرتضى منصور اتصل بالكابتن محمد صلاح وقال له انت المدير الفني دلوقتي وانت المدير الفني في مباراه الاهلي، انا اتمنى يبقى الدعم اقوى كمان من كده. محمد كوفي لاعب بوركينا فاسو ولاعب الزمالك بينفي شائعه هروبه من الزمالك، كان في كلام اتقال على احد المواقع ان هو مش عايز يرجع عشان ليه مستحقات، لكن كوفي يعني بينفي الكلام ده كله. خلي بالكوا كوفي كان لابس عراقه نادي الزمالك اللي في ايده في مباراه بوركينا والجابون في بطوله الامم افريقيا، يعني هو بيحب نادي الزمالك جدا. وخلي بالكوا كوفي من الصفقات الناجحه جدا في دفاع نادي الزمالك، عمل شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت. خالد قمر ومعروف يوسف بيتعجبان من ايقافهما بدون تحقيق مع، يعني بيتعجبوا من ايقافهم بدون التحقيق معاهم. واحنا قلنا طب على اي اساس اتوقفوا؟ طب على اي اساس مؤمن زكريا اتوقف؟ مؤمن راح التحقيق، بتوع الزمالك ما راحوش التحقيق. طب ليه العقوبه لمده شهر الثلاثه؟ طب ليه اشمعنى مؤمن زكريا 250,000 عقوبه عليه؟ طب اشمعنى خالد قمر 150؟ هو كده لجنه شؤون الاهلي، هو كده، هو ده الديل اللي هيرضي جميع الاطراف، هو ده الاتفاق اللي هيرضي جميع الاطراف. لكن تقول لي العقوبه ايه وايه المخالفه؟ طب اشمعنى ده زي ده؟ طب ده ايه مختلف؟ لا هو كده، هي العقوبه كده والناس متفقه على كده والدنيا مشيت. لعيبه كتير من نادي الزمالك او من فريق الاول نادي الزمالك تتمنى استمرار الكابتن محمد صلاح في الجهاز الفني او يبقى هو المدير الفني الموجود لغايه نهايه الموسم، وانا بدعم القرار ده بصراحه او بدعم الاتجاه ده. كابتن محمد مدرب كبير. طارق حامد واسلام جمال شاركوا النهارده في تدريبات نادي الزمالك، كانوا يعني كان في اصابه لطارق حامد بقاله فتره لكن شارك وموجود. لسه احمد سمير غايب ما اشتركش في التدريبات الجماعيه. تطبيق اليوم الكامل في تدريب نادي الزمالك، دكتور عادل حداد يستقيل من ان هو يكون الطبيب الفريق الاول. دكتور عادل حداد انتوا عارفين هو طبيب الفريق الاول نادي الزمالك استقال، وكان في برضو كلام او في مش عايز اقول توبيخ ولكن عايز اقول في تعجب من بعض اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي الاستاذ مرتضى منصور للدكتور عادل. طب ازاي يا دكتور عادل اللعيبه ما خفتش؟ احمد سمير فين؟ طارق حامد فين؟ بقى لهم فتره كبيره وفي اتنين مرشحين ان هم يكونوا مكان الدكتور عادل في الفتره القادمه كطبيب نادي الزمالك، دكتور مصطفى المنيري والدكتور ايمن فريد. تعالوا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي. الاهلي عنده بكره مباراه مع بتروجيت رسميا السوبر الافريقي يوم 21 فبراير ما بين الاهلي وفريق وفاق سطيف الجزائري الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره على ارض ملعب مصطفى تشاكر في مدينه البليده الجزائريه. طبعا انتوا عارفين السوبر الافريقي بيتلعب ما بين بطل دوري ابطال افريقيا اللي هو فريق وفاق سطيف الجزائري وما بين بطل الكونفدراليه اللي هو النادي الاهلي. المباراه طبعا بتقام على ملعب بطل دوري الابطال اللي هو فريق وفاق سطيف، المباراه هتقام في الجزائر في ملعب البليده، والمباراه هتكون يوم 21 الساعه 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. 30,000 جنيه لكل لاعب في الاهلي في حاله الفوز بالسوبر الافريقي. جاريدو بيختار 18 لعيب في قائمه الاهلي استعدادا لبتروجيت، اختار شريف اكرامي ومسعد عوض، محمد نجيب، سعد سمير، شريف عبد الفضيل، محمد هاني، حسين السيد، صابر رحيل، حسام غالي، حسام عاشور، محمد رزق، تريزيجيه، اسلام رشدي، رمضان صبحي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، عماد متعب، وصلاح الدين سعيد اللاعب الاثيوبي. ما خدش ابيمو بوي اللاعب، بيتر ابيمو بوي اللاعب الجديد ما مش موجود في مباراه بتروجيت. جاريدو اختار القايمه بدون اللاعب النيجيري. معايا الدكتور عادل حداد طبيب نادي الزمالك اللي قدم استقالته وعايز اعرف منه الاسباب وايه اسباب عدم التكمله مع نادي الزمالك. دكتور عادل ازاي حضرتك؟
ازيك يا كابتن كريم؟ اخبار حضرتك يا دكتور؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا حبيبي، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك يا دكتور، انت اخبار حضرتك كويس؟ كله تمام يا كابتن كريم، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. ايه موضوع الزمالك ومش هتكمل ليه مع الزمالك؟ بص يا كابتن كريم، هو الاول طبعا نادي الزمالك نادي كبير وعظيم وشرف لاي حد طبعا يدخل النادي ويشتغل فيه، بس نظرا للظروف طبعا خاصه عندنا خارج عن ارادتي، يعني ظروف قهريه ما قدرتش طبعا اكمل بقيه الموسم، وقدمت اعتذار رسمي لمجلس الاداره والناس كتر خيرهم قبلوا الاعتذار، ويعني انا عايز بس في الاول اشكر سياده المستشار مرتضى على الفتره اللي سمح لي فيها ان اشتغل في النادي، واعضاء مجلس الاداره كلهم والكابتن اسماعيل طبعا تيانا مصر وكل الجهاز الفني والاداري والطب اللي اشتغلت معاهم، لاني كانت من احسن فتره في حياتي اشتغلت فيها في النادي يعني. انما طبعا في ظروف خاصه جدا يعني هي اللي خلتني، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه طبعا. ايوه فغصب عني طبعا ما قدرتش اكمل، والناس كتر خيرهم قبلوا هذا الاعتذار يعني. طيب اقول لك حاجه برضو تكون صريح معايا. قول. يعني الكلام اللي بيتقال ان هو حد من مجلس الاداره بلغك ان انت تستقيل بدل ما النادي هو اللي يستغنى عنك، فيعني ان في بعض اللاعبين بقى لهم فتره مصابين، وكان في يعني تساؤلات من اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي ان ليه اللعيبه دي بقى لهم فتره زي طارق حامد واحمد سمير ببعاد، فبرضه فكان القرار هيتاخد، ولكن حضرتك يعني ايه تقدمت باستقالتك عشان يبقى الشكل كويس، ده اللي اتقال يعني. والله يا كريم يعني تصدقني لا، انما ما فيش اي حاجه من دي حصلت. وما حدش بلغني حاجه خالص، وهو ده التوقيت المناسب بالنسبه لظروفي انا اللي استقلت فيها. بس ده خلاص يبقى حضرتك صادق طبعا يعني، وانا اعرف حضرتك بشكل طبعاً شخصي طبعا، انا اتعاملت مع حضرتك قبل كده من عمر ومن سنين طبعا، انما والله ما حصل اي حاجه من دي، ولا حد بلغني اي حاجه خالص. ايوه، انما هو ده التوقيت اللي انا حسيت ان هو بالنسبه لي لظروفي والحاجات القهريه اللي عندي ان انا اقدم الاعتذار، والناس كتر خيرهم قبلوا. اكيد، واحنا بنتمنى لك التوفيق يا دكتور، وبنشكرك على الفتره المحترمه اللي حضرتك اديتها. حضرتك طبيب مميز، وانا اتعاملت معاك بشكل شخصي لما حضرتك كنت في مزارع دينا، والكلام كله كمان لما كنت في الجونه الناس بتتكلم عليك. مشيت من النادي. ايوه، مفيش حد عندي مصاب دلوقتي غير طارق حامد، وده كان عنده قطع جزئي في الرباط الداخلي. ايوه، وده مينيمم ياخد 6 اسابيع، احنا بقى لنا دلوقتي حوالي 4 اسابيع. وبدا فتره التاهيل فعلا بقى له حوالي اسبوع مع الكابتن عمرو، والمفروض ان هو في خلال الاسبوع 10 ايام هيكون في الملعب ان شاء الله. يعني ده بالنسبه لطارق حامد. مصاب طارق حامد ده؟ طارق حامد طارق حامد كده ما يلحقش ماتش الاهلي. هيتوقف على ال5 6 ايام الجايين دول، لانه المفروض هينزل بقى يشوف ان شاء الله تعالى. تعمل له اختبارات ويشوف، ففي احتمال واحتمال ان شاء الله تعالى. بالنسبه لاحمد سمير يا دكتور بقى، احمد سمير اللي كدمه في الضلوع ومزق في العضلات، مفيش حاجه فيها خالص، المفروض ان هو ينزل الايام دي خلاص. خلاص خف يعني من المزق اللي في الضلوع ان شاء الله، ما يبقاش في مشكله خالص. تمام. وجهتك القادمه فين يا دكتور؟ شغلي بقى الخاص ان شاء الله، يعني نغطي الظروف اللي احنا فيها وان شاء الله الامور تمشي ان شاء الله. بالتوفيق يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبي على الفرصه دي وعلى اللقاء الجميل بتاعك. الله يخليك يا دكتور. دكتور عادل حداد من الشخصيات الرائعه بصراحه، كان طبيب قبل كده في نادي مزارع دينا ونادي الجونه، وتعاملت معاه بشكل شخصي حاجه محترمه جدا. طيب نروح الناحيه الثانيه لابراهيم الشايب لاعب الاتحاد السكندري. وابراهيم حكايته حكايه من ساعه مباراه النصر في الدوري، النصر كسب فيها الاتحاد في اسكندريه وهو متغيب عن التدريب تماما، وجايب عرض من نادي الجونه عشان ينتقل الى نادي الجونه، وخصوصا ان ابراهيم الشايب عقده هينتهي مع نادي الاتحاد بعد 6 شهور، فهو جايب عرض وعايز يعني النادي الاتحاد يستفاد برضه ماديا من وراه، ولكن في رفض من نادي الاتحاد السكندري. فنعرف القصه مع ابراهيم الشايب، ونعرف برضه اسباب تغيبه عن تدريبات نادي الاتحاد يعني من ساعه مباراه نادي النصر. ازيك يا ابراهيم؟ كابتن كريم مساء الخير، مساء الليل. الله يخليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام الحمد لله. يعني عايز اسالك كام سؤال كده، وكويس ان انت طلعت اتكلمت معانا، ان في كلام كتير قوي بيتردد في اسكندريه، وابراهيم الشايب انت مفروض كابتن فريق ونجم كبير في الاتحاد السكندري، فعايز اعرف اسباب غيابك لغايه يعني من ساعه ماتش النصر لغايه دلوقتي عن تدريبات نادي الاتحاد السكندري. والله يا كابتن كريم يعني من
فترة كده بقالي شهر ما متغيب عن النادي. كان حصل ظروف ان كان في مشكلة مع الجمهور، انا عرفت ان الجمهور كان جاي يتخانق معايا وكده، فانا في اليوم ده اتأخرت شوية، قلت ممكن ما اروحش التمرين. المهم رحت، فكنت رايح في السكة، فعرفت ان هم اتخانقوا باين مع علي فرج حاجة زي كده. اي فانا بعد كده ما قلت خلاص بقى، انا طالما الموضوع هيبقى فيه خناقات ومشاكل وكده، فانا مش هعرف ان انا بقى ان انا افضل ان انا اكمل وكده في النادي، وان انا على شهر واحد كده اجيب لهم عرض وكده وامشي واتكل على الله وكده، بحيث ان الناس هنا في اسكندريه يعني على طول ابراهيم الشايب على طول هو اللي متآمر وهو اللي بيعمل مشاكل وهو اللي بيعمل مش عارف ايه. فيعني دي حاجات كلها الحمد لله مش فيا، مش في الواحد يعني، بس هو الواحد على طول بيتقال عليه الكلام ده، فالواحد خلاص يا كابتن كريم وصل لمرحله ان هو خلاص يعني فاض بيه، فاهم؟ ايوه. فانا خلاص قلت طالما الناس مش متقبلاني ان انا ابقى موجود. ايوه. فخدت قرار ان انت تمشي او تجيب عرض وتتباع من نادي الاتحاد. تليفون قطع. طيب نحاول تاني نجيب ابراهيم الشايب ونكمل معاه. تعالوا بس اقول لكم بعض الاخبار كده، كنا بنتكلم على اخبار الاهلي عقبال ما التليفون يرجع تاني معانا. الاهرام، وكاله الاهرام اللي هي راعي نادي الاتحاد، بترفض ارتداء النادي الاهلي تيشيرتات راعي اتحاد الكوره. انتوا عارفين ان كان في بطوله كاس مصر الاهلي ما ينفعش يلبس الراعي بتاعه، لازم يلبس راعي اتحاد الكوره، لكن وكاله الاهرام كانت معترضه على القصه دي. كابتن علاء عبد الصادق بيقول ان مؤمن زكريا هيتحمل غرامه اتحاد الكوره، واللاعب ما طلبش من النادي الاهلي ان هو يتحملها. الاهلي ان الاهلي ينفي وجود مشكله مع الرعاه بسبب اعلانات وائل جمعه. كابتن وائل جمعه بيعمل اعلان في احد الشركات المياه الغازيه، فالنادي الاهلي بيقول مفيش مشكله مع الرعاه بسبب موضوع كابتن وائل جمعه. ورجع لنا تاني ابراهيم الشايب لاعب نادي الاتحاد. اتفضل يا ابراهيم. بس يا كابتن كريم، فالواحد خلاص حس ان الموضوع بقى كل ما الفرقه تخسر ابراهيم الشايب، كل ما الفرقه يجرى لها حاجه ابراهيم الشايب، فخلاص الواحد وصل لمرحله ان هو خلاص مبقاش قادر ان هو يبقى موجود او يكمل مع نادي الاتحاد. فمش عارف ليه يعني، انا ايه السبب ان كل ما الفرقه تخسر يقول لك ابراهيم الشايب هو اللي مخسر الفرقه؟ هل الواحد بيأثر؟ الواحد والله العظيم انا كابتن كريم ربنا يعلم، الواحد يعني كان بيموت نفسه، كان بيعمل اللي عليه، بس معلش هي الدنيا كده بقى، هعمل ايه طيب؟ طيب فالموضوع ان انا قلت ان انا خلاص هكمل الفتره دي لحد شهر واحد، وبعد كده اجيب لهم عرض، فجبت لهم عرض وكده من نادي الجونه، فقالوا لي هات 200,000، فجبت 200,000، هات 300، فبرضه حاولت وكده فربنا كرمني وجبت ال 300. فمش عارف، في حاله تعند ان هم مش قادرين يمشوني، مش عارف ايه السبب يعني. ايوه. يعني انت جبت الارقام اللي نادي الاتحاد كان عايزها؟ كل قعدت هات 200 جبت، هات 300,000 جنيه جبت، رغم ان انا شايل في الفلوس، بس قلت مش مهم انا عايز امشي برضه. واخر 6 شهور ونادي الاتحاد برضه يستفاد، فكل العمليه انا برضه وصلت لطريق مسدود مع النادي. فانا مش عارف في حاله تعند ليه؟ ايه المشكله يعني يا جماعه ان انا امشي اروح حته ثانيه؟ انا مش شايف ان فيها مشكله خالص يعني. انت عقدك هيخلص من نهايه الموسم الحالي يا ابراهيم مع الاتحاد؟ انا اخر 6 شهور ليا دلوقتي يا كابتن كريم، انا مش شايف ان فيها، بس مش عارف حاله التعند ليه يعني، انا مش شايف ايه السبب. طب ما كلمتش كابتن حسام وكابتن ابراهيم؟ لا، اتكلمت مع حد من رئيس النادي دكتور محمود مشالي، الاستاذ عز حسين نائب الرئيس؟ انا كان ليا وكيل اللي هو انور شلوفه ونبيل ابو زيد، فهم عرضوا الموضوع وانا سبتهم في الموضوع. لكن انا ما فيش مشكله خالص بينه وبين الكابتن ابراهيم وبين الكابتن حسام، الناس دي ناس محترمه جدا. الفتره اللي انا اتعاملت فيها مع الكابتن ابراهيم والكابتن حسام على المستوى الكوره الواحد استفاد منهم كتير، بس هي كل العمليه ان انا نفسيا انا كابتن ما كنتش قادر اكمل في النادي. طيب يعني كده الاتحاد رفض ان انت تمشي كده، انت هتقعد في البيت بقى 6 شهور دول ولا هتعمل ايه؟ مش عارف بقى يعني، انا يا جماعه جبت لكم العرض، فانا مش عارف ليه حاله التعنت ده، عشان ما انا اصلا كده كنت بقى 4 شهور ما بقبضش، 1/9 و1/10 و1/11 و1/12، انا ماشي حوالي 15/12 على ما اعتقد. ايوه. ورحت عملت شكوى في اتحاد الكوره، انا مش عارف، انا اللائحه بتقول لك اللي ما بياخدش 3 شهور العادي بيتفسخ تلقائي. قلت طالما في تعنت كده يا كابتن كريم لازم يبقى في حل، انا دلوقتي مقدم شكوى في اتحاد الكوره ان انا بقالي 4 شهور ما بقبضش، اللائحه بتقول لك 3 شهور ولا اللوائح ما بتطبقش. بص يا ابراهيم، برضه انا عايز اقول لك حاجه، يعني انت برضه ابن نادي الاتحاد وابن اسكندريه، ومش عايزك تمشي من نادي الاتحاد بمشكله، بالعكس انا عارف اعمل ايه، انا اروح لنادي الاتحاد واقعد مع المسؤولين، اروح للكابتن حسام، انا عارف انت مكسوف تروح، او انت من ساعه ماتش النصر ما روحتش فمكسوف تروح النادي، لكن انا ومنك اروح للكابتن حسام اقعد معاه اقول له يا كابتن انا ظروفي كذا وخلاص عندي رغبه ان انا امشي، وساعدني مع الاداره ان انا امشي، فهتلاقي الامور اسهل.
لكن الكلام من بعد والشكاوي والحاجات دي انت برضو طبعا طبعا حقك وحقك تشتكي وكل حاجه، لكن في الاخر انت ابراهيم الشايب كابتن نادي الاتحاد، فعايزك تمشي من الفرقه بشكل يعني ايه ما يزعلش الجمهور منك يا ابراهيم. انا حاولت كتير والله ان انا امشي بهدوء خالص، لدرجه ان انا من يوم ما انقطعت انا التمرين ما دخلتش مداخله في حته ولا اتكلمت في الاعلام ولا حد عرف حاجه ولا اي حاجه. طب ما تجرب كده وتكلم كابتن ابراهيم حسن وتروح تقعد معاه او مع كابتن حسام وتشوف الدنيا ماشيه ازاي وتقول لهم يعني رغبتك بدون ما تكون مكسوف وتروح تشوف قصتك ايه. انا والله هشوف بقى الفتره الجايه دي ربنا يسهل كده، وانا اتمنى يعني ان الواحد يعني الواحد يمشي من غير اي حاجه، يعني مش من العمليه مش مستاهله اي حاجه اصلا يعني. بالظبط يعني ان شاء الله يعني انا بقول لك اهو يعني نصيحه، روح اقعد مع كابتن حسام والكابتن ابراهيم قول لهم انا ظروفي كذا واتكلم معاهم واتناقش معاهم، وهم اكيد لو لقوا ان خلاص انت عندك رغبه وكده بس تمشي بشكل كويس مش هيمنعوا وهيساعدوك مع الاداره يا ابراهيم. جرب كده. خلاص انا ما عنديش مشكله والله، انا هشوف الموضوع وبعدين تشيل الشكوى بتاعتك على الاتحاد السكندري، انت كابتن فرقه ما ينفعش تشتكي ناديك يعني. يا كابتن كريم اصل انت ما هتيجي تمشي اصلا ولا طبعا كده هتنزل على الشكوى، وطبعا مش هيبقى في الكلام ده خالص. طيب يلا حاول بس كده تكلم يعني. حاول تكلم كابتن ابراهيم وكابتن حسام والامور هتتحل ان شاء الله يا ابراهيم. يا رب يا مسهل يا ريت. بشكرك يا ابراهيم بشكرك. طيب اكمل سريعا بس اخبار الاهلي وبعدين نطلع فاصل. الاهلي هيدفع مستحقات وليد سليمان خلال ايام، وعرض اعاره لاسلام سري لاعب سوهاج اللي انضم للنادي الاهلي. النادي الاهلي هيعيره قبل غلق باب الانتقالات. الاهلي بيوافق على اعاره عمرو مدحت ورده نادي الاتحاد السكندري لمده 6 شهور على سبيل الاعاره. اداره النادي الاهلي جالها عرض من شركه المانيه لبناء وانشاء استاد النادي الاهلي في الشيخ زايد. المكتب التنفيذي للاهلي يجتمع بمدينه نصر يوم الاثنين لمناقشه لائحه النشاط الرياضي. ابيمو بوي اللاعب النيجيري الجديد بيقول انا ما مضيتش او ما وقعتش لنادي دولفين النيجيري، وانا وقعت للنادي الاهلي في السر، فعشان كده الامور خدت اكبر من حجمها الفتره اللي فاتت. كابتن علاء عبد الصادق بيقول جاهزين لمواجهه الزمالك في القمه وتحت امر الامن في اي تاجيل، يعني لو الامن عايز ياجل هياجل، لو مش عايز احنا النادي الاهلي يعني ده كلام كابتن علاء عبد الصادق، النادي الاهلي جاهز يلعب في اي وقت. الاهلي بيتراجع عن المطالبه بالحكام الاجانب لمباراه القمه، وانا سامع في اتحاد الكره المصري ان خلاص هيتم تعيين طاقم تحكيم مصري وفي مفاضله بين اكتر من حكم، لكن يعني هقول لكم برضو يعني الاسماء المرشحه بس لما نقرب شويه من المباراه. في لجنه المسابقات او لجنه كاس مصر خدت قرارات بخصوص الماتشات اللي اتلعبت في دور ال 32 لبطوله الكاس، مباراه الداخليه والمنصوره، ايقاف وليد اصلان مساعد مدرب المنصوره مباراه وغرامه 250 جنيه للطرد للاعتراض، ايقاف ياسر الكناني مدير الفني للمنصوره 4 ماتشات وغرامه 1000 جنيه للسلوك الغير رياضي، ايقاف ابراهيم مجاهد المشرف على الكوره بالنادي المنصوره ورئيس النادي 8 ماتشات وغرامه 5000 جنيه لدفع الحكم باليد ان هو زق الحكم، توقيع غرامه ماليه على نادي المنصوره قيمتها 5000 جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني. في مباراه دمنهور والواسطه ايقاف الكابتن ابو العينين شحاته المدير الفني للواسطه مباراه وغرامه 250 جنيه للطرد اللي هو اعترض على الحكم. مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش تم إيقاف جون أنتوي لاعب الإسماعيلي 3 لقاءات وغرامة 5000 جنيه للطرد إن هو ضرب الخصم بدون كورة في مباراة طلائع الجيش. دي قرارات لجنة كأس مصر أو قرارات لجنة المسابقات في بطولة كأس مصر دور الـ 32. هنروح نشوف التقرير ده عن لقاءات دور الـ 32 في بطولة الكأس والعقوبات اللي خدتها لجنة الكأس، ونرجع نكمل مع بعض في كورة كل يوم. يمكن اهم القرارات كانت مباراه الداخليه والمنصوره دور 32 في كاس مصر، وكان تم ايقاف اللي هو ابراهيم مجاهد المشرف على نادي المنصوره، وطبعا احنا بياخد العقوبه على انه فرد من افراد الجهاز ما دام مكتوب في السكور شيت، تم ايقافه 8 مباريات وفي غرامه 5000 جنيه، والكابتن ياسر الكناني المدير الفني 4 مباريات و1000 جنيه، كابتن وليد اصلان مساعد المدرب تم ايقافه مباراه، بالاضافه الى غرامه على الجهاز الفني ككل للاعتراض بشكل جماعي 500 جنيه طبقا للائحه بتاعه القسم الثاني على انه النادي المنصوره من انديه القسم الثاني.
هو في الكابتن جون أونتوي تم إيقافه 3 مباريات وغرامة 5000 جنيه لضرب الخصم بدون كرة في مباراة طلائع الجيش. لا مش هنقدر نحددها دلوقتي طبعا إلا لما نشوف الانتخابات البرلمانية ونتفق مع الأمن بشكل نهائي. هنقف يوم أو يومين قبل الانتخابات ويوم أو يومين بعدها، فلما ناخد القرارات دي من الأمن بشكل نهائي نقدر نحط التصور الكامل من بعد الأسابيع. أنا ما حطيتش تصور لأن مستني كنت الانتخابات البرلمانية عشان أقدر أحط الأول باقي أسابيع الدوري العام، لان ده هيتحط في المقام الاول وبعد كده مباريات الكاس ان شاء الله. فيبقى لازم يبقى عندي المعلومه كامله عشان اقدر احط تصور كامل للاخر الدوري والمباريات الباقيه للكاس مصر. لا هو كان في كلام على ان ما يبقاش في مباريات من يوم 20 ليوم 30. العميد صلوات السوي لما راح اتصال بالامن والحمد لله كل المباريات اتعمل في ميعادها ان شاء الله. النهارده في قرارات لجنه مسابقات برئاسه السيد عامر حسين وكان حضرها الكابتن حمادة المصري عشان هو المشرف على كاس مصر. مباراة الداخلية والمنصورة انا زعلان جدا، يمكن في القرارات دي انا مش زعلان الا من اللواء ابراهيم مجاهد يعني رئيس نادي المنصورة اللي بتقال ان هو عميد رؤساء الاندية. عميد رؤساء الاندية ما ينزل يعتدي على حكم؟ لا ما يصحش ما يصحش. حتى لو راح لم لعيب عمل هذا التصرف هيقول له انت عملته قبلي. فده راجل مفروض يبقى قدوة وسنه وخبرته لا تسمح بهذا التصرف. مباراة الداخلية والمنصورة إيقاف وليد أصلان مساعد مدرب المنصورة مباراة وغرامة 250 جنيه للطرد للاعتراض. ياسر الكناني المدير الفني 4 مباريات وغرامة 1000 جنيه للسلوك الغير رياضي. إيقاف الأستاذ إبراهيم مجاهد المشرف على الكرة 8 مباريات وغرامة 5000 جنيه للدفع. توقيع غرامة مالية على نادي المنصورة قيمتها 5000 جنيه للاعتراض الجماعي. ونادي المنصورة ما قبضش لا العمال ولا الموظفين ولا الأجهزة بقالهم 2 شهر 3 4 5 6 وادي كمان غرامات. فاهم انت ازاي؟ وانا يعني مش عارف اقول ايه.